ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الأمة أيما تحذير عن الغلو في الدين. وإن مما ابتلي به المسلمون دعاة إلى الباطل والشر يأتون إلى الناس بباب وباسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يزرعون فيهم أنه لا تتم محبة المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يغلو فيه وحتى ينسب إليه ما ليس فيه. وإن مما يؤسف أنه سيزور هذه البلاد داعية الغلو الأكبر في البلاد الإسلامية، رجل يقال له الجفري، محترف للغلو والكذب من الدرجة الأولى، وعنده مقاطع كثيرة، وغر كثيرا من المسلمين. في أحد مقاطعه يقول ويروي قصة أن رجلا يقال له أحمد الرفاعي أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد بيتي شعر يعبر فيهما عن شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب في هذين البيتين أن يخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيقبلها، قال فأخرج له رسول الله يده فقبلها. أين هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي أمر من أمور رسول الله أمر أن يحب بهذه الطريقة؟ أولاً اشتملت هذه القصة على مخالفات. المخالفة الأولى، من قال لك أن تتمسح بالقبر وأن تفعل هذه الأفعال؟ وقد رأى الحسين زين العابدين رضي الله عنه رجلاً يأتي إلى فرجة كانت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، لا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعو غير الله وإنما يدعو الله، فقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية أن في هذا رد لآيات القرآن الصريحة الواضحة إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يخرج إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من ينشق القبر عن جمجمته يوم القيامة. وقد يتفلسف متفلسف ويقول أتشكون في حياة رسول الله في قبره؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، فقلنا له نقول له هذه الحياة هي حياة برزخية أخروية لا تعلق لها بالحياة الدنيا. ولو كان معنى هذا الكلام أنهم لهم الحياة كما هي الحياة الدنيا للزم أن يخطئ هؤلاء القوم وأن ينسبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الجمع وترك الجماعات والحج والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع المسلمين بأمرهم بالخير وحظهم وتحذيرهم عن الشر وحل المشاكل التي تقع بينهم، لزم ذلك.
لكن هي حياة برزخية أخروية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا من الكلام المنشور له أنه يزعم أن وليا يقال له الشاذلي يكلم الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكذب. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: هذه مراتب الوحي التي يوحي الله عز وجل بها إلى أنبيائه ورسله، وأنه لا يكون وحي من الله وهو شرع يتعبد به إلا لرسول أو نبي، إما أن يكون نفثا من جبريل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أو أن يكون من وراء حجاب. قال ابن كثير: كما كلم الله موسى عليه السلام فلما طلب من أن يرى موسى ربه حجبه الله عز وجل، وكان ما وقع في سورة الأعراف. ومنها أو يرسل رسولا، ولذلك قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك هذا غير دعاء الأموات وتجويزه للمسلمين. يقول: يا حسين، عنده حولية ومصورة ومعه ناس يقولون يا حسين وهو معه، والحسين لا يملك لك مع الله شيء، ولا نبي ولا ملك ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولذلك هذا الرجل يخرب عقيدة المسلمين ويشكك في كثير من الثوابت العقدية التي جاء بتقريرها رسول الله وجميع الرسل من قبله، وعلى الناس أن يحذروه وأن يمنعوا من لهم عليه ولاية وسلطان ألا يستمع إليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيه وألا يتم زيارته وأن يقطعها عنا، لأن أخواننا هذه لا تجلب وراءها إلا الشر وإلا البلايا والفتن والمحن. يقول الله سبحانه وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. شياطين الإنس والجن، هذه سنة الله، لكن على الناس أن يحذروا من هؤلاء وأن يحذروا منهم المسلمين، وأن يحذروا مسالك أهل الهوى والضلال، وأن لا يغلوا في دين الله. قل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. ولذلك عباد الله علينا أن نتعلم الدين، وعلينا أن نبعد من مسالك الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. صية القحطان. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.